عماد عداء ألعاب القوة في 1500 متر و 900 متر، وتحصلت على نتائج بطولات عالمية وبطولات عربية وأفريقية وبحر أبيض المتوسط وعدة النتائج. عماد الطويل بطل دولي في ألعاب القوى، رفع الراية الوطنية عاليا في المحافل الدولية وتحصل على عديد الألقاب. اجدرت بطولة عالمية في بولونيا في 2008، ودرت بطولة عالمية في 2009 في 2010 في البرازيل، ودرت في لاشين، ودرت في بوزنبيغ الأفريق، وبحر أبيض المتوسط في مصر، والأراب في تونس. في 2002 بدأنا الرياضة ألعاب القوى، وبدأنا نشاركوا في البطولات تاعنا هنا في ولايه الواد، وبدأنا في الوطن، خرجنا للجزائر بطوله الوطنيه، وشاركنا عده البطولات العربيه والعالميه، وشاركنا في البطوله العالميه في 2008 في لابولون، وشاركنا في البطوله العالميه في لاشين، وشاركنا البطوله العالميه في البرازيل في 2013. البطل الجزائري الذي ينحدر من وادي سوف يعيش اليوم وضعية مزرية بعد أن عجز حتى عن توفير لقمة العيش لعائلته، حالة صعبة يتقاسمها مع عديد أقرانه. حققنا نتائج المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، الميدالية الذهبية والفضية، نتائج كلها جيدة، معناها برميال كلاس 92 مدى، معناها عندي 22 سنة ولا 23 سنة في الأتليتيزم، هذه ألعاب القوة. مزت لحد الآن مزت نيجيري ومقاوم وبطال، ما نخدم في والو ترك، وعندي أولاد، ثلاثة أولاد، وما كان حتى شيء ويأكل فيه الوالد. أنا بطل ألعاب القوى عماد وجه نداء استغاثة لإنقاذه من شبح البطالة،